حقنة الذهب التي تحمي رئيس كوريا الشمالية من الأوبئة أغرب ما يفعله كيم جونغ أون. من بين العديد من الغرائب التي تنتشر في كوريا الشمالية، هذه الدولة التي عزلت نفسها عن العالم وتخضع لسيطرة نظام ديكتاتوري له قوانينه الصارمة ومن يخالفها يعرض نفسه لأبشع أنواع العقاب، ظهر اتجاه جديد بين الأغنياء ورجال النخبة والسياسة، وهو حقن أنفسهم بالذهب للوقاية من أمراض عديدة. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. حقن الذهب الاتجاه الشائع بين النخبة في كوريا الشمالية لحماية أنفسهم من الأمراض. كبار العلماء في كوريا الشمالية كانوا قد أطلقوا صنفا جديدا من الأدوية التي تحتوي على عناصر عديدة من ضمنها الذهب لمعالجة مرض السرطان، الخرف والبدانة على حد وصفهم، ويدعي العلماء الكوريون الشماليون أن هذا العلاج ينافس أفضل علاجات العالم الغربي، ويأملون بتصديره إلى الغرب مع إرشادات مكتوبة باللغة الإنجليزية والروسية والصينية. إن كنت تظن أن عقاقير الذهب أمر غريب أو من عجائب الدنيا التي لا تجدها سوى في كوريا الشمالية فأنت مخطئ، فهناك علاجات مماثلة يتم تداولها في بعض الدول مثل المملكة المتحدة التي تبيع عقار مشابه يسمى ميكروسين، يستعمل لعلاج الروماتيزم ويصنع من مركب أوروثيومالات الصوديوم ويعرف باسم حقن الذهب. تسمى حقن الذهب التي يستعملها كيم جونغ أون شخصيا والعديد من أثرياء كوريا الشمالية ونخبتهم نانو الذهب عديد السكريد، ويتم إنتاجها من قبل شركة كوريا موهيانغ. ويزعم مطور هذه الحقن بأنها فعالة في علاج العديد من الأمراض مثل السرطان، التهاب المفاصل، الروماتيزم، أمراض ضغط الدم، السكري، تليف الكبد، الكبد الدهني، الخرف وأمراض التقدم في العمر، ويتم وصفها بالحقنة المعجزة القادرة على علاج الأمراض المزمنة بالإضافة لأمراض البدانة، كما أنها تخلص الجسم من كسله وتساعده على التغلب على الإرهاق. ليس الذهب فقط ما تصنع منه الأدوية والعلاجات في كوريا الشمالية، فقد استعمل مستخلص إيجاس الأرض المعروف محليا باسم البايكون التفافي الأوراق في صناعة أدوية لعلاج مرض السكري، أمراض الدورة الدموية، التهابات الجلد، التخلص من أثار الإفراط في الكحول، وعلاج حالات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وتسمم بالعناصر الكيميائية. كما يزعم العلماء في كوريا الشمالية بتطوير علاجات لمكافحة مرض السرطان والتخلص منه تماما. هذه العلاجات كما صادر منهم مستخلصة من نبات حشيشة اللبن، والتي تعمل على تعزيز المناعة والصحة وليست لها أثار جانبية إن استعملت لفترة طويلة نسبيا. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.